اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده. عندنا السردين وموسم السردين، وهل الشتاء بخير وايام الشتاء؟ مع قدوم الشتاء بيكتر السمك والمبطرخ بالذات والسردين واوميجا 3، واولادنا دلوقتي بداوا المرحله الدراسيه والعام الدراسي بدا، فمحتاجين ان احنا يكون عندنا ثقافه غذائيه لاولادنا وهم بياكلوا، ما ياكلوش اي حاجه. فصل السردين غني باوميجا 3 ورخيص سعره في متناول الجميع. انا هعمله النهارده صينيه بالبطاطس بالخلطه المغازيه على طريقه اللي انا بحبها، وانا عاشق للسردين والمكريل والحاجات اللطيفه ديت. معايا تشكيله من السيفود النهارده، جمبري وكابوريا وكاليماري، يعني حسب عدد افراد الاسره جاي على بالي اعمل طبق رز بالسيفود، فرايد رايز بالسيفود، ولكن برضو الطعم والشياكه في انك انت ازاي تشكيله السيفود تبان مع الرز. ناكل الرز ونسيب السيفود. عدد السفرة الحلوة النهاردة شوية سلطة لطاف، سلطة بابا غنوج البتنجان الجميل الحلو بتاعنا ده، أبو قلب أبيض زي الشيف، هنعمله النهاردة بابا غنوج بالرمان مع الزبادي والطحينة، أكيد السلطة هتعجبكم وفواتح شهية على السفرة الحلوة. مش عايز أطول حضراتكم لأن الحلقة فيها شغل للأمانة وفيها خبرة طهوية، وعايز أعمل افتكاسة النهاردة لصينية سردين بالبطاطس، إحنا المصريين شطار فيها وعلمناها للدنيا كلها. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض ازاي نعمل صينية السردين بالبطاطس. كل يوم ممكن نعملها، والستات المصريات والأمهات المصريات وكل شطار جدا في عمايل السردين بالبطاطس على الطريقة المصرية، الطريقة الاسكندرانية، طريقتك انت يا أم اللي بتحبيها، والسردين باين على الشاشة بيبخ أوميجا 3. سردين حلو طازة لونها مد على لون ذهبي فضي جميل لامع، معانا بطاطس، معانا بقدونس، معانا كزبره خضراء، معانا بصل وتوم، مكعبين من الزبده، قرن فلفل حار، والبطل هنا البطاطس. انا من عشاق البطاطس دايما اللي بتجاور السمكه، سمكه صينيه في الفرن، سمكه بالكريمه والبطاطس، احب اكل البطاطس واسيب السمك للامانه، بس اهم حاجه اخدم عليها صح. تعالوا نشوف ازاي هنعملها مع بعض كده. اول حاجه نعمل الخلطه المغازيه لعمل صينيه السردين بالبطاطس، اكتبيها على باب التلاجة كده يا ام الله يوفقك. خلطة المغازية لعمل صينية السردين بالبطاطس. هناخد بصلاية حلوة زي كده، نقطعها شرايح لطاف كده اهو. حلو، احنا مش هنحط بصل ني في الصينية. حذاري انك تحطي بصل ني مع سي فود او في صينية سمك. هتلاقي الصينية كلها والاكل فيه زفارة وريحة البصل طالعة من الصينية. هقول لك تعملي ايه دلوقتي حالا وادعي لي بعد كده. البصل معانا بالشكل ده كده، متقطع شرايح بالشكل ده كده، وتكون شرايح رقيقه عشان هندلع البصلايه دي كده، البصل الاحمر الحلو ده كده. هناخدها زي ما هي يا عم الشيف، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطها في بوله. من النهارده لازم تعملي صينيه السردين بالبطاطس، انت بس اللي في العيله تعرفي تعمليها احسن حد في الدنيا. ادي البطاطس، ادي البصل حلوه، هنحط عليه شويه ملح، تسلم ايدك، وسنه شبت صغيره، تسلم ايدك، وشويه بقدونس الصغيرين، تسلم ايدك، وفص توم ناعم، تسلم ايدك، اللهم صل على النبي. وهناخد النشا موجود معانا، كام معلقه يا شيف؟ معلقه كده زي دي كده اهي على البصلايه. حال لسه ما خلصتش، ومعانا معلقه طحينه صغيره. اكتبي من فضلك المقادير اللي انا قلتها دي تاني، هقولها قبل ما اعمل اي حاجه. تاني، بصلايه قطعتها شرايح، غزيتها بشويه شبت، دعمتها بشويه بقدونس، فص ثوم، معلقه طحينه، معلقه نشا، كزبره ناشفه، شوية كمون حلوين، واخد البصلاية دي يا عم الشيف اقلبها. اخبار الطاسة ايه؟ وجبنا الخلاصة شوية زيت زيتون في قلب الطاسة. حلو قوي. ومع زيت الزيتون ده يا عم الشيف هنحط
مكعبين من الزبده، واخد البصلايه الحلوه دي مخرجنا يا جميل يا مبدع، معلقه النشا هنا مع البهارات مع البقدونس مع الشبت مع فصين ثوم مع ملات طحينه. هتقولي ليه حطيت طحينه ونشا؟ هقول لك الكلام ده دلوقتي مع المعطيات اهو، شايف الكلام؟ تسلم ايدك. اهو انا اخد البصلايه دي احطها كده في قلب الطاسه بالشكل ده كده، ونسيبها تاخد وضعها تتحمر، يبقى قرص عندنا زي ما احنا عايزين، بس لازم تكون نار شديده. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ زي الفل يا عم الشيف. هاخدها كده على نار شديده واحط معاها مكعبين من الزبده، اتعلمنا من الشيف المغازي اضافه الزبده لتحمير البصله يساعد على احمرارها سريعا. حلو الكلام؟ نقلب الخليط ده كله، الله، واسيبه كده على النار العشق. البصلايه تستوي مع الثوم مع البقدونس مع معلقه الطحينه مع معلقه النشا، كل ده كده على نار شديده. واسيبه شويه. حلو الكلام؟ هناخد السردين الحلو نبص عليه كده واعلمك ازاي تشتريه، والراجل السماك ما يضحكش عليكي، وتتعاملي مع سمكه السردين ازاي. بنجيب كسروله ازاز زي دي كده مع مخرج شاطر وكاميرا لطيفه واساتذه المصورين. ادي السردينه الحلوه، سردين بلدي، والبلدي يوكل، السردينه بتلمع، السردينه بتبخ اوميجا 3. سمك الماكريل يا اخوانا والسردين اكتر سمك ريتشي، يعني غني باوميجا 3 بالفوسفور باليود بالبوتاسيوم بالمعادن اللطيفه الجميله اللي بتحتاجها الاطفال في المراحل الاولى من عمرها لتكوين عظام قوي. السمك والسردين ما يستغناش عنه لا كبير ولا صغير بالشكل ده كده. كل القصه دلوقتي انا مش هحط عليها اي حاجه خالص غير معلقه زيت زيتون وعصره ليمون بالشكل ده كده، زيت الزيتون وعصره الليمون. السردينه مش زفره، السردينه زي الفل معانا. نشوف الخلطه دي وصلت لفين اهو، البصلايه بتستوي هنا. ايه اللي هتعمله يا عم الشيف بعد كده؟ الخلطه دي كلها زي ما هي كده هضربها في الكب تبقى عندي بوريه بس بعد البصله ما تاخد الاحمرار شويه بالشكل ده كده وانا شغال. التقليبه الحلوه دي كده البصلايه بس تاخد شويه سوا. انا ما احبش البصل الني جوه السمك. تعملي سمكه سنجاري تحط بصل ني تبقى قاعده بتاكل السمكه وريحه البصله هي البطل في الموضوع. وريحه البصل طبعا خاصه لما تكونش مستويه ونص سوا بتبقى ريحتها غير مقبوله. ادي الخلطه بالشكل ده كده، اسيبها على النار تستوي وتدبل كلها مع بعضيها. اجيب الكبه اللطيفه بتاعتي واخد الخليط ده كده بعد ما يتحمر، وعندي الكسرولة بتاعتي زي الفل. ايه الاخبار؟ تمام. البصلية هنا استوت مع التومة، انت ممكن تحمرها اكتر من كده برضو مفيش اي مشكلة. معلقة الطحينة مع النشا. هناخد الخليط ده كله يا عم الشيف في قلب الكبة. شفت الشقاوة؟ هي دي الشقاوة اهو، كل ده مع بعضه. لسه ما خلصتش انا، في قلب الطاسة شوية مية. اللهم صل على النبي. المية دي مش سخنة أوي يعني، نحطها كده ونحطهم هنا. خدت الطعم اللي في الطاسة عينية مكان الخلاط هنا عشان حضراتكم تشوفوه. الخلاط ده اللي فيه الخلطة المغازية هو السر يعني. السردين موجود عند الراجل السماك، والبطاطس عندك في درج المطبخ. كل القصة انك هتعملي صينية سردين العيلة والقرايب والحبايب والأصدقاء وأصحابك هيتكلموا عنها. حلو الكلام؟ هنا معلقة معجون طماطم صغيرة. حلو؟ هناخد الخليط ده كله. نعم حاضر ولا زعلك. قرن فلفل حار المخرج عايز. ليه بتحب الحار؟ ماشي.
هناخد الخليط ده كله يا عم الشيف ونضربه في قلب الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا غالي. حاضر. حلو الكلام. شوف الخلطه الحلوه دي كده، الخلطه دي بتتكلم مصري. نبص عليها، اوريها لحضرتك حالا دلوقتي. عينيا اهي، بص عليها، بص عليها وملي عينك. الخلطه دي تنفع باي صينيه انت بتعمليها. الله الله على الريحه الحلوه. ناخد الخليط ده كده زي ما هو ونوريه لحضراتكم. اه ده اللي هيجمع ما بين البطاطس وما بين سمكة السردين. عايزة تبدلي السردين بمكريل، اهلا وسهلا. الخلطة الحلوة دي من البصلة، من الطعم، من التوابل كلها معانا. نشيل دي على جنب عشان نستخدمها تاني. عينية. حالا دلوقتي هجيب الصينية اللي هندخلها الفرن واحنا مع بعض. صينية زي دي كده فيها شغل الصينية دي، خلي بالك. صينية عندي اهيت، وعندي السردين، وعندي البطاطس الحلوة. هاخد البطاطس دي يا عم الشيف بشياكة كده، اقطعها شرايح رفيعة جدا. خلي بالك كل ما كانت شريحة البطاطس رفيعة مع سمكة في الفرن مع سردين في الفرن بتديكي طعم حلو وبتستوي بسرعة. بطاطسية بالشكل ده كده نثبتها عشان ما تعورش ايدك وانت بتقطعيها. شفت ازاي؟ شيبسي. بتهزر يا شيف. شفت التقطيعه دي؟ بس خلاص. واحده كمان، يلا واحده تانية مع بعض. نثبتها. نثبتها يعني ايه؟ هي قطشه كده وتبقى كده معايا البطاطس، اشتغل فيها زي ما انا عايز. ونايم السكينه على جنبها كده بزاويه ايه؟ 45. ولازم السكينه تبقى شرايحها كده بالشكل ده كده. حلو الكلام. كمان واحده. انا بحب البطاطس اللي بتبقى مع السردين لان معايا خلطه هتوديها في حته ثانيه. على فكره انت ممكن تعملها احسن مني، يعني انت مثلا عندك شويه شوربه جمبري، شويه شوربه سمك، انا حطيت ميه، انت ممكن تحط شوربه جمبري او شوربه سمك. انت هنا تفوقت عليا. شفت انا ازاي بديك الايه الاسرار؟ مش ببخل عليك يا امي. بطاطس رقيقه بالشكل ده كده. هاتوا لي البطاطس مش بتمسك ليه في السكينه؟ لان البطاطس منقوعه في الميه ومعايا السكينه السلاح بتاعها عريض. حلوه شويه البطاطس دول، حلوين قوي. هناخد البطاطس دي يا عم الشيف زي ما هي كده، اللهم صل على النبي، ونيجي هنا جنب النار وربنا يكفينا شر النار، ونرص البطاطس دي كده. الله. ايه الحلاوه؟ برؤيه خلي بالك، شوف البطاطس عامله ازاي. حلو قوي. الشكل ده كده. ايه الحلاوه دي؟ ده صينيه فيها شغل. ده انا بجيب البطاطس اقطعها واحده كبيره وواحده صغيره بالبركه كده، وبعد اكل الاقي واحده مستويه واحده مش مستويه وشكل وحش وانا قاعده على السفره. البطاطس ليه ما استوتش يا مدام؟ الفرن انا قلت لك جيب حد يصلحه، محدش جاي يصلحه. شفت الكلام؟ هناخد السردين الحلو ده كده، اللهم صل على النبي، ونرصه كده الرصه الحلوه دي كده. سردينه بتتكلم مصري. شفت السردينه ولمعتها؟ ولازم البارما دي. الله. ايه الحلقة؟ والسمكة راسها تنام على البطاطساية مخدة طرية. تسلم ايدك يا عم الشيف. حلو. لغاية دلوقتي احنا فاهمين بنعمل ايه. ناخد شوية البطاطس الحلوين دول نحطهم هنا كده. درجة حرارة الفرن عندي 180، اللهم صل على النبي. شوية البطاطس دول أنا عايزهم، صدقيني مع شوية رز أبيض صينية البطاطس دي هتعمليها كل يوم كيلو سردين بثلاثة تعريفة.
بس عشان انا ما بتكلمش في ايه، في حاجه رخيصه ولا حاجه غاليه، بتكلم في القيمه الغذائيه. ما انت لما تعرفي دي قيمتها الغذائيه ايه مش هتفكري في سعرها. ما الواحد بيروح يشتري حاجه غاليه ملهاش اي قيمه، ولكن لما اشتري كيلو سردين بثلاثه تعريفه، والشيف المغازي معروف عنه لما بيقول بثلاثه تعريفه يعني في متناول الجميع، واشوف القيمه الغذائيه اللي موجوده في الصينيه دي بالتاكيد تستاهل. اوميجا 3، كل المعادن، كل الفيتامينات اللي اولادنا عايزينها. معانا فلفل حار بالشكل ده كده، عينيا هناخده زي ما هو كده، حلو. ده الفلفل ده كده، انا ما رضيتش طبعا اضربه في قلب الكبه عشان نحتفظ بالايه، يبقى شويه مش سبايسي حسب رغبه الولاد. هنحطه هنا كده، شفت الشقاوه، زوقني يا ماما. حلو الخلطه الحلوه دي يا عم الشيف، يلا بينا يلا بينا. زي ما هي كده، اللهم صل على النبي. درجة حرارة الفرن عندي 180، دخلها الفرن دلوقتي. السردينة هتنزل السوائل بتاعتها، الخلطة دي هتبدأ تدوب معايا، والبطاطس هتلاقي فيه نسيج، فيه صوص، فيه ديميجلاس، فيه بهريز نازل لطيف وجميل. حلو، حلو قوي. درجة حرارة الفرن عندي 180، شيل بقية الخلطة دي في التلاجة. عينيا دلعها دلعها وأنا معاك. شوية المية دول هنا كده، شفت أنا بحط المية إزاي؟ عشان ده بخار. يلا بينا. درجة حرارة الفرن عندي 180، صينية السردين بتتكلم مصري بالخلطة المغازية، أنت ما عملتهاش قبل كده، ما تتفلسفيش، ما اتعملتش قبل كده. سردين اشتريناه نضفناه، جبنا الخلطة، بصل شرايح حمرناها مع تومة مع بصلة مع علاقة نشا مع علاقة طحينة، شوية بقدونس، شوية شبت اللطيف، خدناهم على الطاسة اتحمروا استووا، ضربناهم في قلب الكبة مع عصير ليمون وزيت زيتون السردينة، خدنا البطاطس قطعناها شرايح، رصناها في قلب الصينية خريطة لطيفة جميلة، لوحة فنية. هنفتح الفرن، يلا بينا. اللهم صل على النبي. هزة هزة، الله، هي الهزه دي، ناخدها زي ما هي كده، يلا بينا. بص عليها نظره الوداع، شوف شوف الجمال. صينيه سردين بتتكلم مصري بالخلطه المغازيه لطيفه وجميله، وحقوق الطبع لدينا وبس. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل هنعمل شويه رز اسمه الفرايد رايز بالسي فود، او رز بالسي فود، او رز بالسمك، سميه زي ما تسميه، ولكن الطريقه اللي اعملها لازم تتعلميها عشان تبقي انت في العيله حصريا بتعملي اكله سمك ما حصلتش. تروحوا بعيد تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الفرايد رايز بالسي فود بناكله في المطاعم، بنسافر بنروح بنيجي، والله كلت في المطعم الفلاني، كلت في البلد الفلانيه، شويه رز بالسي فود يجننوا كل شيف وكل ست بيت وكل ام، كل حد بيحب مطبخ له مع السي فود موقف. والرجاله دايما يقول لك ليه بقى، لان الرجاله مربوط الموضوع بالصياد، عشان كده يقول لك صياديه. صياديه دي يعني سمكه صياديه ورز صياديه، بيسموها باسم صياديه لان الصياد بيعملها هو على المركب وهو طالع رحله الصيد، ربنا بيرزقه بسمك، عنده بصل وعنده طماطم، اللي يملكه في المركب بيحط كله في الحله، ودي صياديه. فدايما الرجاله شطار في اعمال السي فود، انا اشهد بكده يعني. ومكرونات والحاجات دي. انا هعمل دلوقتي شويه رز بالسي فود على طريقتي، هيعجبكم ان شاء الله. معانا المقادير في متناول الجميع، شويه جمبري، لحم، شويه كاليماري او سبيط، شويه كابوريا، التلات عائلات معانا. حلو الكلام، ممكن تحط سمك فيليه بس انا ما بحبوش بالسي فود خالص. تعالوا شوفوا هنعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة بسيطة وسهلة. أول حاجة هحطها معلقتين زيت مع زبدة مع بصلة. حلوة أوي. معلقتين زيت مع زبدة مع بصلة، مع فصين من التوم. ونبدأ نخدم على البصلاية دي. حلو؟ يعني إيه نخدم عليها يا عم شفيق؟ يعني البصلاية لازم تستوي، لأن هي اللي هتدي لي الطعم للرز. الرز عندي هنا مستوي جاهز. والله حبيت أعمل إيه بالرز المصري؟ أهلاً وسهلاً.
رز بسمتي اهلا وسهلا. ايهما افضل في عمايل الرز بالسي فود؟ الرز البسمتي. ادي الزيت بيسخن مع زبده بالشكل ده كده، ننزل بالبصلايه الحلوه ونشيل الحاجه دي من قدامنا. حلو، اهدى عليها لغايه لما تتحمر شويه، تاخد لون، ريحتها تبان. في الحاله دي بتحط عليها شويه بهارات حلوين على البصلايه الحلوه دي كده، لان السي فود هينزل عليها، ولازم البصلايه مع السي فود لازم تكون مستويه لانها بتسرق الطعم من السي فود. خلي بالك في المعلومات اللي بقولها دي، مهمه جدا. شويه بابريكا حلوين، شويه كركم، السي فود يحب الكركم. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل لطاف كده، وموضوع البهارات ده اختياري، نقلبها كده. الله على الريحة الحلوة. عندك روزماري حطي، عندك زعتر حطي، عندك اوريجانو حطي. خدت البصلية طعم، خدت لون، ده اللي أنا عايزه. هي السر في البصلية دي في حالة التحمير، ده مهم جدا على فكرة. التوم مش هنزل بيه دلوقتي خالص، التوم أنا ما عنديش مشكلة معاه. نقطف الورقتين دول الحلوين دول كده، بيعملوا جو حلو مع البصلية. حلو تمام زي الفل. بناخد فصين توم حلوين يا عم الشيف، الله، ونقلب تاني. وما زال التقليب مستمر. شفت انا مركز على الموضوع ازاي؟ لان الموضوع السي فود ده معايا والرز معايا، التقليبه دي مهمه. حلوه، بدات الريحه تطلع، بدات البصلايه تستوي مع التوم مع البهارات. خلي بالك انا ما حطيتش ملح، حطيت ملح يا مخرجنا، انت مركز معايا. ليه بقى؟ الملح لازم كنترول، لان وانا بسلق الرز حاطط له ملح، فلازم هنا كميه الملح اللي بحطها على السي فود كنترول، والسي فود عموما مش بيحب الملح كتير. معانا كاليماري متقطعه لطيفه وجميله، حلو، حلقات مكعبات زي ما انت عايزه. معانا شويه جمبري، ممكن بدل الكاليماري تحط سبيت عادي او سيبيا. السيبيا هي السبيت. معانا الكابوريا ليا شغل معاها، الفلفل الحار ده برضو ليا شغل معاه، باخده زي ما هو كده في قلب الخلطة دي كده، مش عايز اقطعه ناعم. البصلية على النار بتاخد لون، شفت هو ده السر هنا، سر في الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة. زي ما انا شغال، اهم حاجة تخدمها على البصلاية بالتومة بالبهارات وتاخد لونها وتحمر. زبدة زيت الاتنين مع بعض. شفت الخلطة دي؟ قايت الله. حلو، عندنا أول حاجة هننزل بيها الكاليماري مع الجمبري، ننزل بيه هنا كده، الله على الحلاوة، ونقلبهم مع بعض. شفت الجو ده كده؟ مهم جدا السي فود هنا ياخد طعم البصلايه وانا بقلب. شفت الجو ده كده؟ الله. نقف محطه هنا، تقدري تعملي ده طاجن ميكس سي فود، يعني كاليماري وجمبري وكابوريا مع الخلطه دي، شويه عصير طماطم مع كريمه لباني، عملت طاجن سي فود ما حصلش. نقف محطة تانية، شوربة سي فود. هتحط هنا مية سخنة وتسيب الخليط ده يغلي على النار مع معلقتين نشا، وتبقى عملت شوربة سي فود. هي المحطات دي المبدعة اللي انت ازاي تقف في المطبخ تعملي كذا صنف وانت واقفة. زي الفل. معانا كابوريا، كابوريا بتاعتي الحلوة دي، اخدتها زي ما هي كده، كابوريا تتغسل وهي طيب. كابوريا الكفر ده معايا،
اهم حاجه دي كده، الحركه دي مهمه جدا. الكابوريا دي طبعا مليانه لحم، ناخدها زي ما هي كده اهي بالشكل ده كده. الكفر ده انا عايزه هزين بالرز، هزين بالطبق بتاعي. الله، شفت الكفر مبطرخه اهي، موسم البطارخ. شيل دي من هنا، مش عايزها تتكسر معاك على طول اهيت. اول ما تشيل دي من هنا كده، تشيل الكفر ده كده، الله، تقطعها نصين كده زي ما هي كده. شفت الكابوريا زي الفل، تمام. هعمل ايه يا عم الشيف؟ حلو قوي، في ميه مغليه كده، بس في ميه مغليه اهي، الله، زي ما هم كده، وحطهم جنب كده. حلو، الله، واشيلهم من الميه المغليه دي كده، او ميه سلق الرز. الله، ايه الحلاوه، نورت الكابوريا. بص عليها بالله عليك، نورت اهي اهي اهي، ما تسيبهاش تغلي اهي، اخدها زي ما هي كده اهي. يلا الكفر يلا بينا. عملت رز بالسيفود، ما حصل، ونقلب، وما زال التقليم مستمر. الله، خلص السيفود. سيبه على النار، استوى السيفود. عايزه تعمليها مكرونه بالسيفود، اهلا وسهلا، رحابي بسباكيتا او بينا شويه كريمه لباني. عملتي طاجن مكرونه بالسيفود، ما حصلش. عايزه تعملي طاجن ميكس بالسيفود زي ما هو كده، معلقتين معجون طماطم او صلصه طماطم وكريمه لباني في قلب الفرن. وانت واقفه، اهم حاجه يا اختي يا امي يا ست الكل يا ست الحبايب يا عظيمه، البصلايه اللي انا خدمت عليها في الاول، بصل، توم، شويه بهارات، شويه حلاوه، شويه حب. استوت معايا البصلايه، نزلت بالسيفود بتاعي، خد اللون اللي حضراتكم شايفينه ده زي ما هو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز انا رز بالسيفود. الرز عندي مستوي، باخد الرز، اللهم صل على النبي، واحطه، الله، ايه الحلاوه دي؟ ده الفرايد رايز بالسيفود. كمان كمان، يلا خلي الاولاد ياكلوا، الاولاد يعزموا اصحابهم، وجوزي يعزم صحابه بقلب جامد. انا عندي المدام شاطره في السيفود. شفت ازاي؟ يفتخر بيك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ هناكل الرز وتسيب السيفود، لان البصلايه خدت الطعم بتاع اليود بتاع الكابوريا، والكابوريا هنا خلي بالك سيده الموقف. هنغرفها دلوقتي مع بعض، ونسيبه على النار شويه يتحدوا مع بعض شويه، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير بالشكل ده كده. الله على الحلاوه، شفت الرز ازاي؟ هو ده. ممكن الرز ده يبقى مكرونه، بس في حاله مكرونه بنحط ايه؟ يا اما كريمه لباني يا اما صوص طماطم. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي نغرف لوحه فنيه بتشكيله من السي فود مع رز لطيف وجميل. عندنا صينيه في الفرن بتتكلم مصري بخلطه مغازيه اسمها صينيه السردين بالبطاطس وحقوق الطبع لدينا وبس. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الصينيه دي خطفت الانظار معانا، انا طلعتها من الفرن ابص عليها وامن على مستقبلي. خدتها هزيتها هزه بالبطاطس بالخلطه زي ما حضراتكم شايفين الصوره الحلوه، وللامانه والمصداقيه اللي تعودنا عليها دايما على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، للامانه والله معايا الفرن مش هينجزني، والتايم بتاعي محدود، ووقتي هنا ايه الحلاوه دي، والوقت هنا ما بيرحمنيش بصراحه. هنخلص يعني هنخلص، ايه يا شيف يعني ايه يا شيف. فانا خدتها تاخد غلوه على عين البوتاجاز،
لان صينيه زي دي ما ينفعش ان احنا ايه نفوتها كده مع شويه رز ابيض بالف هنا وشفقايه. الغلوه اللي على عين البوتاجاز دي مع الهزه دي ودتها في حته تانية خالص. مش انا قلت لك هتاكل البطاطس وتسيب السردين للضيوف؟ هو ده زي ما هي كده بقلبها زلزال على الفرن. الله، شويه الشوربه دول ينزلين من السردينه دي مع شويه رز ابيض، قلب الصغير لا يتحمل، كلهم فسفور، كلهم اوميجا 3، وداعا للنسيان. هتفتكر الذكريات، هتفتكر الذكريات من سنين مع صينيه سردين غنيه باوميجا 3. ممكن تبدلي السردين بالماكريل، ولما اقول ماكريل ما تستغربيش، المغاز الوحيد اللي في العالم شهد للماكريل بالقيمه الغذائيه بتاعته اللي تفوق الاستاكوزا والجمبري. حلو، يلا بينا دخلها الفرن. اللهم صل على النبي. بسم الله. اللي حطيت معاك، اللي انا حطيته ده كرفس، ورق الكرفس فرمته ناعم وحطيته على وش الصينيه ودخلتها الفرن. زي الفل. اقفل الفرن، قول لي تعليماتك. الصوره الحلوه من قلب الفرن بتتكلم مصري وتتحدث عن نفسها. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنغرف في الجاط او السرفيز اللي معانا ده كده الرز بالسي فود. اول حاجه هشوف الكفر بتاع الكابوريا فين، ده انا عايزه مع الكابوريا للامانه يعني، وده لازم برضو طالما انت تعبت عليه لازم تغرفيه بطريقه صح. ادي الكفر، نشيله كده هنا، عايزه قابلني كابوريا بشيلها. وانا لما حطيت 3 حبات كابوريا في قلب الخلطه بهدف ان انا اجرنش بيهم الطبق، القشريات عموما لازم تكون ظاهره على الوش اهو. ولما نغرف للضيوف بنغرف لهم شويه رز مع سي فود مع كفر كابوريا عشان نقول له ان احنا حاطين لك كابوريا يا السيد. لا هنزين بير الطبق اهو مع رجول الكابوريا، وتعديهم وانت بتحطيهم عشان ايه ما تنسيش. انا حاطط كام؟ 3، هم الـ3 مفيش غيرهم اهو زي الفل. مش بالكتره عشان برضو ما نقولش ان ايه هي دي مهمه جدا. نشيلها كده وناخد الرز زي ما هو كده يا عم الشيف، نغرفه مع بعض. خلاص الاولاد لما ياكلوا امان. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ شايف الرز لازم يتكلم ازاي مصري؟ ايه الحلاوه دي؟ جواه جمبري، جواه كاليماري، اللهم صل على النبي. الف هنا وشفا للي ياكل. زي ما انا شغال كده اخد الحاجات الحلوه اللي معايا القشريات دي، ازين الطبق ده كده وانا واقف كده ايه بتدلع. مخرجنا الجميل بيعجبه المنظر الحلو والصوره الحلوه بتفاصيلها عشان كده بيركز معاها. ادي الكابوريا بحطها كده، كفر الكابوريا ده كده كمان بحطه كده. شفت الرصه دي؟ كفر الكابوريا ده بحطه كده. الله، والكابوريا الحلوه دي بحطها هنا كده. الطبق بان ان هو غني، في شغل، مكلف. الف هنا وشفا للي ياكل. حاضر يا فندم. عايز اعمل طبق سلطه لطيف وجميل، بس مخرجنا ادالي اوردر قال لي خليه مكانه، لازم اسمع الكلام ده. انا هدلعك، هو انا ورايا غيرك النهارده بالسي فود؟ عينيا. طب اشيله من مكانه عشان خاطر اوديه عند ملاح. يلا رز بالسي فود. ايه ده؟ هو ده، حلال عليك. الف انا وشيف، شيل الحاجه دي من هنا. يلا بينا. ايه رايك نشوف مقادير عمل بابا غنوج؟ بابا فينك يا بابا؟ بابا غنوج هنعمله مع بعض ازاي؟ معانا بتنجان شويناه مسبقا، وشلنا القشره بتاعته، اوريه لحضراتكم حالا دلوقتي، ومتصفي من الميه بتاعته اللي هو زي ده كده. اللهم صل على النبي. حلو، ده البتنجان.
ده البتنجان بعد ما شويناه على النار. نعم حاضر عينيا. اديني مقادير على الشاشه نحطه جنب بعضه. اللهم صل على النبي. ده بتنجان قبل وبعد ابو قلب ابيض اللي انا بعشقه. خدنا البتنجان شويناه. تشويه ازاي؟ ده مهم جدا. ازاي تشويه البتنجان؟ زي ما انا هعمل دلوقتي كده، سكينه تاخد البتنجانيه غزه والتانيه. كده كده تحطها على عين البوتاجاز كده وكده وعلى عين البوتاجاز. خدت لون القشره احمرت معانا، شميت ريحه البتنجان على عين البوتاجاز. معلش هتغسل البوتاجاز بعد كده سامحيني. وتحطهم في الصينيه ودخلهم الفرن. طب ليه عملت كده يا عم الشيف؟ البتنجان لازم تعرفوا الموضوع، انا مش بطبخه بس، انا دارس تغذيه، الثقافه العلميه الطهويه المطبخيه عندي مش ببخل عليها مع حضراتكم. البتنجان غني بالحديد والاكسده. لما تحطين البتنجانيه مكتومه في قلب الصينيه تيجي تقشريها تلاقي قلبها اسود من جوه وشكلها اسود من بره، وهي مش عايزه سواد بصراحه. فلما احطها على عين البوتاجاز هيطلع لي البخار من قلبيها، البخار ده ليه الاكسده. حلو الكلام. قبت البتنجانيه كده تفتحيها تلاقي قلبها ابيض كده زي الفل. تاخديها تشيل القشره بعد ما تبرد وتبداي تهرسيها زي ما انت عايزه. عرفتوا ليه ان احنا فتحناه؟ هناخد البتنجان زي ما هو كده وتعالوا نعمل شويه بابا غنوج جامدين جدا. نعم حاضر عينيا. البتنجان اللي هرسناه بالشكل ده بناخده بنحطه في الكسرولة دي كده. الله الله يلا بينا. معانا زبادي، معانا طحينة، الله معانا بقدونس. حلو قوي. معانا زيت زيتون وعصير ليمون. طبق السلطه ده بقى حكايه. زيت زيتون وعصير ليمون. توابلنا شويه ملح شويه فلفل. شويه كمون. بابريكا. نقلب الخليط الحلو ده كله مع بعض واحنا واقفين كده مع بعض. نعم حاضر. طيب اسمع كلامك انت حبيبي حبيبي. السردين اللهم صل على النبي. يلا نطلعها مع بعض. العب. جيب لي التفاصيل. ايه الجمال والحلاوه دي؟ تتكلم مصر. خلطة مغازية وحقوق الطبع لدينا وبس. بصل قطعناه شرايح، خد معلقة نشا، معلقة طحينة، عصرة ليمون، بقدونس شبت، تومة حمرناهم في قلب الطاسة مع زيت زيتون وزبدة، ضربناهم في الكبة بقى سائل له قوام سميك شوية، قطعنا البطاطس شرايح حطيناها في قلب الصينية، رصينا السردين عليها بلوحة فنية وبعد كده نقدمها لحضراتكم. ألف أنا وشفا للي ياكل. حلوة قوي. تعالوا نقلب الخليط ده كده. طحينة، زبادي، تنجان مشوي، الله على الريحة الحلوة. السلطة دي عايزة العيش. ألف أنا وشفا للي ياكل. بس أنا أقولك على حاجة حلوة. الحاجة دي أنا مش معايا دلوقتي يعني للأمانة، وأنا صادق مع حضراتكم وتعلمون جيدا ان انا صادق مع حضراتكم. البتنجان يفضل يكون سخن والطحينه تنزل على البتنجان. واظن انت بتسقفي لي دلوقتي، بتقولي المغازي ده ما حصلش. دي الحته اللي نملكها المصداقيه مع حضراتكم. البتنجان يفضل يكون سخن والطحينه تنزل على البتنجان يا شفنا وهو سخن. ايه اللي يحصل هنا؟ تشم ريحه الطحينه. الطحينه دي بتطلع منين؟ من زيت السمسم او من السمسم عموما. حلو. فهتشم ريحه السمسم. الطبق ده جاهز نغرفه مع بعض. الله. هنزينه بالرمان.
شفت الحلاوة، شفت الجمال. ده عدل السفرة، طبق تبولة، طبق فتوش، بابا غنوج. بس خلي بالك طالما حطيت الزبادي مع السلطة الحلوة دي يا ست الكل، يبقى السلطة دي ما تقعدش عندك كتير. الله، شفت الحلاوة؟ مركب، سمكة. الله، معانا رمان وموسم الرمان وحلاوة الرمان. ألف أنا وشيف، واللي بيحب الرمان حطيته في النص ليه يا عم الشيف؟ عشان اللي عايز يغرق. ألف أنا وشيف. حلقات النهاردة تفاصيلها كتير، خبرة طهوية، خبرة السنين، بنقدمها لحضراتكم على طبق من ذهب. قدمناها النهاردة في طبق من السمك، نعناع الأخضر ده كده، وأنا واقف كده بالسلة معايا وقت وخرجنا لسه راضي عني أهو. شفت الحلاوة دي؟ جردش مهم، البرزنتيشن مهم، زوقيني يا ماما مهم، جوزك بيهتم بالتفاصيل دي، عملت له ورده بطماطميه حلوه، دي رساله حب قويه جدا. مش لازم اروح عند بتاع الفلاورز او بتاع الورد واجيب ورده ب 100 جنيه. ده هي طماطميه تعملها بسكينه صغيره بثلاثه تعريفه. رساله حب. يعني يا حبيبي عايزين نغير النجفه. تضحكي؟ حلو. صينيه سردين بالبطاطس، طبق رز بيتكلم سي فود، طبق سلطه لطيف وجميل بالرمان وموسم الرمان. يعني رؤية، فن، إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.